السلام عليكم إخوتي أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنشاهد فيه أغرب السرقات الغبية التي صورتها كاميرات المراقبة. ليس كل السارقين كما تظنون أذكياء، وليس كلهم ينجحون في تنفيذ سرقاتهم، بل هناك أشخاص أغبياء يظنون بأن السرقة سهلة ولا يفكرون في تلك اللحظة، أو أنهم لا يدرسون خطتهم، أو أنهم لا يظهر غباؤهم إلا في تلك اللحظة. لذلك سنشاهد في هذا الفيديو سرقات غريبة وعجيبة لكنها غبية. وقبل أن نبدأ مشاهدة المقاطع، أريد منكم إذا تكرمتم أن تضعوا لايك، اضغطوا على إعجاب لهذا الفيديو، لأن هذا دعم كبير لنا. وهيا لنشاهد. في هذا المقطع كنشوفوا سيارة سوداء غتوقف أمام هاد السيارة الرمادية، غيهبط منها شخص مسلح وغيجي عند هاد صاحب السيارة غيهددو وغيقول له هبط. كيف ما كنشوفوا صاحب السيارة نزل وهز يديه، خلى السيارة لهذاك السارق باش ياخدها. لاحظوا صاحبه اللي جمعاه مشى بالسيارة ديالو، وهاد السارق بقى في هاد السيارة الرمادية كيحاول ينطلق بها، ولكن بما انه غبي فما عرفش كيفاش يمشي بهذه السياره. لاحظوا هنا كيطلب من مولاها، كيقول ليه اجي وريني كيفاش كيزيد هذا الشيء، كيفاش كيمشي هذا الشيء. مولاها ما بغاش يمشي لعندو، والسارق كيهبط من السياره وكيعاود يطلع ليها، كيبغي يزيد بها ولكن كترجع به للوراء. كيف ما كنشوفوا غيبقى في هاد السيارة لحظات. صاحب السيارة في هاد اللحظة غيتصل بالشرطة اللي كانت قريبة من هاد المكان، وغادي تجي في هاد اللحظة، وهاد السارق الغبي غيلقى راسو حاصل. ها هي الشرطة حضرات في هاد اللحظة، وغادي تطلب من هذاك السارق انه يهبط من السيارة ويهز يديه ويستسلم. هادي راه سارقة غبية بزاف. لاحظوا الحالة اللي ولا فيها هاد السارق. الشرطة من طبيعة الحال عارفين راه ممكن يكون عنده سلاح، داكشي علاش كياخذوا الاحتياطات ديالهم، وحتى يتأكدوا بأنه ما هزش السلاح ديالو عاد غيمشيو لعندو ويلقاو عليه القبض. هاد السيارة مازال باغية ترجع لمولاها، ومولاها حتى هو غيكون فرح لأن السيارة ديالو ما تسرقاتش. ولكن اللي مضحك في هاد الفيديو هو الغباء ديال هاد السارق، من اللي ما عارفش تسوق السيارة علاش طالع ليها. في هذا المقطع الاخر غادي نشوفوا هاد السرقه الغبيه المضحكه. هاد الشخص دخل لهاد المحل من واحد الفتحه في الباب، دار فتحه صغيره ودخل منها وحاول يسرق هاد الاله. لاحظوا كيحاول يخرجها من هذيك الفتحه الصغيره، ولكن هاد الاله راه كبيره وما بغاتش تخرج ليه من هذيك الفتحه الصغيره. كيف ما كنشوفوا كانت فيها شي حاجه تشتتات في الارض، يعني توزعات وتفرقات في الارض كيف ما كنشوفوا، وهو كيحاول يخرجها بهذه الطريقه الغبيه. كون خدم عقله، كون عرف بان هذه الاله راه عريضه شويه وما يمكنش تخرج من هذيك الفتحه. ها هو عاود دخل للمحل باش يفصلها ويحاول يخرجها من هذيك الفتحه، ولكن غيقرر باش يجيب واحد الدوره في المحل باش يلقى شي طريقه. جاتو فكره باش يخرجها من مكان اخر، خرج من واحد الباب اخر وقرر باش يرميها من فوق هذا السياج. ها هو كيحاول يرميها كيف ما كنشوفوا، كيبان ان هذا الشخص ما لقى ما يسرق غير هذه الاله ومهمه بزاف، وقرر باش ياخذها باي طريقه. هنا كنشوفوا هاد المرأة في اللحظة اللي بغات تدخل للمنزل ديالها تبعها واحد الشخص باش يسرقها، وما تخيلوش اشنو غيسرق ليها، غياخد ليها قطعة وحدة من الحذاء ديالها، كون غير خداهم بزوج، خدا غير وحدة، في نظركم اشنو غيدير بها؟ ما غادي يلبسها، ما غيقدر يبيعها، يمكن هذا غير قال ليه راسو خاصك تسرق، المهم خاصو يسرق أي حاجة وصافي. What was that? Back! What the fuck?
هذا المقطع راح نشوفوا زوج اشخاص قرروا باش يسرقوا هذا الصراف الالي. لاحظوا واحد جاء وجاب معه ادوات واحد الحديده وبدا كيحاول يفتح هذاك الصراف الالي. من طبيعه الحال ثقيل ما يقدروش ياخذوه وما يمكنش يتفتح لهم بسهوله. بعد ما حاول معه بواحد الحديده دار فيه واحد الثقب، واشنو غيدير؟ غادي يوضع متفجرات في هذاك الثقب اللي دار، وغادي فجر هذاك الصراف الالي كيف ما كنشوفوا. ها هو شعل المتفجرات لحظات وغادي ينفجر كيف ما كنشوفوا، وغادي تولي واحد الفوضى في هذا المحل. لاحظوا الدخان وهذاك الصراف الالي تفرق، فاشنو غيلقاو فيه مازال؟ والغريب انهم دخلوا لهذا المكان في هذا الدخان وسط هذا الدخان وغيقدروا ياخذوا شي حاجه من تما، يعني ما غاديش تشوف حتى لو كان شي واحد قريب لك ما تقدرش تشوفوا، غياخذوا شي حاجه من تما. وحنا غادي نشوفوهم خارجين وسط هذا الدخان. سرقه غريبه وعجيبه وغبيه. في هذا المقطع راح نشوفوا واحد الشخص كان جالس في المنزل ديالو ما به ما عليه، حتى كيسمع الباب ديال المنزل ديالو كيتهرس. فتح النافذه وطل، لقى واحد الشخص كيهرس في الباب باش يحاول يدخل، من طبيعه الحال باش يسرق داك الشيء اللي كاين داخل المنزل. خدا الهاتف ديالو وبدا كيصور فيه، وفي نفس الوقت اتصل بالشرطه. هذا الشخص ما سمعش النافذه تفتحات وما سمع حتى شي حاجه وما سمعش حتى الشرطه فاش كانت جايه. لحظات وغادي تحضر الشرطة، غادي تنزل عليه واحد العصا وتلقي عليه القبض. هاد الشخص بانت ليه هاد السيارة متوقفة هنا وقرر باش يفتحها ويسرق داكشي اللي فيها. وتصوروا اشنو غيوقع ليه في الوقت اللي كان كيجر هذاك الباب باش يفتحو، غادي تطيح ليه لاكارت ديالو، يعني البطاقه ديال الهويه طاحت ليه تما من الجيب ديالو وما شافهاش. وبعد ما حاول مع الباب عده مرات باش يفتحو ما بغاش يتفتح ليه، ومشى فحالو وما انتبهش للبطاقه بانها طاحت ليه من الجيب ديالو. من بعد نزل هاد الشخص اللي كان كيصور ومشى لعند السياره ولقى البطاقه، من طبيعة الحال سلمها للشرطة اللي لقات عليه القبض في الحين. في هذا المقطع كنشوفوا هذا الشخص دخل لهذا المنزل ودخل لهذا الكراج كيف ما كتشوفوا، فيه هذه السياره وفيه هذاك البلاكار، يعني بلاكار فيه ديتاجير، وهذاك البلاكار ثقيل يعني ما يمكنش تاخذه بوحدك، ضروري خاص يكونوا على الاقل زوج ديال الناس باش يمكن ياخذوه. هذا الشخص بغى ياخذو بوحدو، يعني بغى يديرو على ظهرو بهذه الطريقه وياخذو. وهذوك لي طاجير فيهم شي حاجه كتزيد الثقل، هو ما قالش ليه راسو يحيدهم باش يخففو. فهاد اللحظه راه تحلوا هذوك لي طاجير على السياره، وكيقول صاحب المنزل بانها جرحات يعني وقعوا فيها بعض الخدوش. لاحظوا كيرجع هذوك لي طاجير لبلايصهم، زعما راه هما اللي دايرين المشكل، الا رجعهم راه غادي يولي خفيف ويقدر ياخذو. شنو قال ليه راسو وكيفاش فكر ياخذ هذا البلاكار بهذا الثقل وبهذا الحجم وبوحدو؟ Thank you.
وفي الأخير من بعد هاد الخدمة كاملة ما غيقدرش أنه ياخدو غيسمع شي صوت خلال بلاكار تما وغيمشي في حاله. هاد زوج أشخاص جاو على متن هاد التريبورتور وقرروا باش يسرقوا هاديك القطعة الحديدية اللي كانت مغطية هاديك الحفرة. شافوا غير القطعة الحديدية وما شافوش الحفرة. واحد منهم سقط في الحفرة وصاحبه جاب سرعة باش يساعدو وغيمشو بلا ما ياخدو حتى شي حاجة. ولكن هاد الشخص اللي ما سقطش في الحفرة كيبان انه بقات في هذيك القطعة الحديدية وما كرهش ياخدها. وهنا كنكونو وصلنا لنهاية هاد الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.